معاكوا فرصة مش كبيرة يا جماعة عشان ليلى نايمة. أنا بحذركم. رغم إني مش متجوزة لكن ربنا الحمد لله رزقني بحياة مختلفة، رزقني ببنوتة زي القمر، ولو عايزين تعرفوا إزاي تعالوا نحكي لكم. ثانية؟ لا بقى. هل عارفة حاجة عن حياة ليلى قبل كده؟ شايفة ان اللي فات كله هو سبب لان هي تبقى بنتي، بس انا يمكن ربنا ما رزقنيش بزوج، ما رزقنيش بحياة عادية، فلو ما كانتش هي اتوجدت في الدنيا ما كانتش بقت بنتي. حياتها بدأت معايا وهتكمل معايا. انا اول ما بدأت مع ليلى كان نفسي ابقى امي. اول ما شفت ليلى، هي ليلى لازم تعيش، بيعيش حياة كويسة كمان. لا، هي بعد ليلى بقى في دنيا، بقى في حياة. هي بعد ليلى كل حاجة اتغيرت، ريحة البيت اتغيرت، ريحة قطي اتغيرت، علاقاتي بأصحابي اتغيرت. أنا كنت واخدة القرار من قبل ما أخد ليلى بسنتين اتنين، خلصت الإجراءات، أخدت الموافقة، شفت بنات كتير قوي قوي قوي، بس ما حسيتش إن في حاجة خطفتني ليهم. يوم ما شفت ليلى هي اللي اختارت، أنا واثقة إن هي اللي اختارت قبل ما أنا اختار. طول عمري أنا كان نفسي في بنوتة هي أول ما تفتح عينها تفتح عينها عليا. ربنا رزقني بليلى وهي عندها شهر. أول ما فتحت عينيها هي شافتني أنا. أنا والدي ووالدتي توفوا من 30 سنة. فأنا اللي رباني عمي ومرات عمي. يعني أحسبهم الحمد لله أحسنوا تربيتي، وده كنت بشوفه دايماً معاهم. بوجود ليلى هو بالفعل انا حسيت يعني ايه ابقى ام حقيقيه. حسيت عشت معاها كل المشاعر. الام مش ان هي تخلف وتولد وبس. فاظن ان الامومه هي كده، مش حاجه تانية، ان يبقى الطفل هو من اول دقيقه هو حاسس ان هو ينتمي ليك، وانت كمان حاسس ان انت تنتمي ليه. انا قررت ارضع ليلى. ده كان من شروط الدار، من شروط المؤسسه، إن لازم يبقى فيه 5 رضعات مشبعات علشان خاطر ما يحرم من الرضاعة يحرم بالنسب. تابعت مع دكتورة أطفال ودكتورة رضاعة، قالت لي هنبتدي ناخد أدوية. الموضوع بسيط قوي قوي قوي، فالحمد لله رب العالمين لحد النهاردة هي بنتي، يعني هي بنتي بالرضاعة. أنا قبل ليلى كان في كلام كتير قوي 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 بيتقال، ليه هتاخدي طفلة من دار رعاية؟ ليه هتاخدي طفلة لقيطة؟ دي مش يتيمة، ما تفكريش ان انت هتاخدي ثواب كفاله يتيم. احنا لو اخذنا الولاد دول هنبقى بنشجع اهليهم على ان هم يعملوا كده ويرموا ولادهم في الشارع. انا مستعده تماما لكل حاجه ممكن تحصل، ومن دلوقتي بقول لها كده، اي حد يقول لك كلمه ما تضايقيش منه. العيب مش عندك والنقص مش عندك. الناس لازم تتغير، المجتمع لازم يتغير، فمتقبله ده لحد ما انا وهي نغير ده. لو حد مش عارف هو بيعمل ايه هيتراجع 1000 مره. إصراري وحبي ليها وفخري بيها ماشية في كل الدنيا، بقول بنتي وأنا كفلتها. أنا مش دي حاجة ما تدريش، دي حاجة ما تستخبيش. كل في ناس كتير قوي من القريبين ليا قالوا لي شيماء ما ينفعش، أنت لسه ما تجوزتيش، استني شوية. أنا ما رفضتش فكرة الجواز، بالعكس الموضوع كان مطروح جدا جدا جدا، يمكن لسه ربنا ما وفقنيش. حتى بعد وجود ليلى بدأنا أنا وهي نقابل حد واثنين وثلاثة، هي بقت شريكة معايا في الحدوتة. يمكن ده كمان اللي شجع أهلي إن هم ما يقفوش ضدي، مستنيين أنا وهي اللي يناسبني أنا وهي. لكن الموضوع اختلف لما شافوها خالص. كل الناس اللي حواليا احتفلوا بيها بشكل أنا يعني ما تخيلش إنه هيكون بالسعادة دي. هم حبهم ليها مش طبيعي، هي بتسحرهم. أنا هحكي لها عن حياتها اللي بدأناها سوا، بسجل لها كل حاجة، بكتب لها كل حاجة، بكتب لها كل التفاصيل. أنا الحمد لله يمكن شغلي في المستشفى لحد النهاردة شغل تطوعي، بس الحمد لله رب العالمين أنا يعني معيش والدي ووالدتي، الحمد لله معيشني كويس. كل واحد وجهة نظر مختلفة. لقيت أم تانية عندها ولد فبقول لها عايزة بنت؟ قالت لي آه. ليه نفسك في البنات؟ قالت لي لأ.
أمي توفت من سنتين وأنا اللي كنت واقفة على غسلها. أنا عايزة بنت تبقى واقفة على غسلي، عايزة بنتي تبقى واقفة على غسلي. فقد إيه هزتني الأم دي. لازم المجتمع يقبل الولاد دول، هم ولادنا وإحنا أمهاتهم. كل الدنيا احلوت بعد العيد. أنا مش سامعة وحش، مش عارفة أسمع وحش، فحياتي اختلفت تماماً بعد العيد. في حاجة أنت عايش عشانها. لو عايزين تشوفوا قصص زيادة من قصة إنسان، اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات، ولو عجبتكم القصة دي شاركوها مع أصحابكم، ولو عندكم قصة عايزين تشوفوها على قناتنا اكتبوها لينا في التعليقات.